خطوات تقدم طلاب الثانوية العامة المصرية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال مراحل التنسيق المختلفة. مرحلة اختبار القدرات. يشترط للقبول ببعض الكليات اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها، ويظهر لكل طالب الكليات المتاحة أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهي كليات التربية الرياضية بنين بنات، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، كليات الفنون الجميلة، فنون عمارة، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بجامعتي حلوان والمينيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية كلية التربية جامعة السويس، كليات الإعلام الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية. حيث يتم حجز مواعيد الاختبارات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني tanseeq.egypt.gov.eg وفقا للخطوات التالية: يقوم الطالب بالتسجيل وحجز اختبار القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به. تظهر للطالب قائمة بالكليات التي بها اختبارات القدرات المتاحة له وأماكن أداء هذه الاختبارات. يقوم الطالب باختيار أنواع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها، وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار بكل كلية في يوم منفصل، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تتم على يومين متتاليين. يحق للطالب التسجيل في أكثر من اختبار ويقوم بإجراء الاختبار بالتخصص مرة واحدة فقط. يمكن للطالب طباعة إيصال التسجيل الذي يحتوي على أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل من موقع التنسيق الإلكتروني. في حال تسجيل الطالب اختبارات القدرات من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني وفروعه بالجامعات، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة أجهزة تسجيل الرغبات. تقوم الكليات بعقد اختبار القدرات مع اتباع الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الاختبار. خبر عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم كان قرار الحقيقة، وهو قرار دولة، وكان مهم جدا في المرحلة السابقة انه يكون في نقاشات عديدة. وهنرجع ازاي الدوري؟ عندنا جائحة كورونا، طب اللاعبين، طب هل هيكون في جمهور ولا لا؟ اتعملت دراسات كتيرة جدا واجراءات، وشاهدنا ما حدث في الدوري الاوروبي والاجراءات اللي اتخذوها وقرروا ان هم يعودوا بالدوري لاستمرار الحياة. طيب، عاد الدوري ورجع مرة تانية، حالات الكورونا في هذا الدوري عاملة ازاي؟ الانتقالات اللاعبين شكلها ايه؟ هنتكلم كمان مع حضراتكم على الاجراءات الاحترازية، هل الاندية نفذتها بشكل صحيح زي ما كان مكتوب وزي ما قدمه اتحاد الكرة المصري ولا لا؟ ثانيا، على رأس هذا الحوار، الصفقة اللي عملت يعني ضجة اعلامية كبيرة جدا، وهي انتقال كابتن رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الى بيراميدز بعد مفاوضات طويله شويه مع النادي الاهلي، وما قدرش النادي الاهلي ان هو يلبي هذه الطلبات، لكن كان في رغبه من اللاعب انه يكون موجود في النادي الاهلي. وبعدين فجاه سمعنا ان رمضان صبحي في بيراميدز. خلوني ارحب بضيفتي وضيفه حضراتكم الناقده الرياضيه فاطمه التبعي. صباح الخير. صباح الخير. ايه القصه دي؟ وبعدين ليه دايما في انتقالاتنا في اللاعبين ما بين طبعا النادي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في الضجه الكبيره دي وكانه سباق وتعنت؟ انا بشوفها كده. هو كان زمان يعني في انتقالات اللعيبه ما بين الاهلي والزمالك والاهلي والاسماعيلي والزمالك والاسماعيلي في ضجه، بس مش زي اللي ما بتحصل دلوقتي. على الاقل كان بيبقى فيه وضوح ان انا بتفاوض مع اللاعب، فهو بيخش يتفاوض معايا، فاللي كفته بترجع في الاخر. لكن دلوقتي بقى في طرف ثالث خالص بيخش المفاوضات
سريه ويخلي اللاعب يراوغ ناديه. مين بقى الطرف الثالث ده؟ نادي بيراميدز. نادي بيراميدز بقى نادي استثماري. حول نادي استثماري طبعا. حول الرياضه في مصر لشيء تاني بصراحه يعني. اولا المبالغ الرهيبه دي حتى في اوروبا ابتدوا يقننوها. لكن هنا صحيح. يعني مع احترامي رمضان صبحي ومهاراته وكونه لاعب من احرف لاعبي مصر، لكن ما فيش لاعب في الدوري المصري يستحق 30 مليون في الموسم. احنا بنتكلم تقريبا في 90 مليون. 90 مليون على 3 مواسم يعني كتير. كتير على لاعب في الدوري المصري. معلش يعني لو كان حتى ناجح. لكن خليني اروح للجزئيه الاهم اللي حضرتك ذكرتيها، وهو الاستثمار الرياضي. النهارده ارقام ضخمه جدا، يعني لما افكرك مثلا ب صفقه نيمار عملت ضجه عالميه، الراجل اتباع ب 250 ولا 222 مليون يورو، يعني رقم ضخم جدا كان. ومش على فكره، ما هو الاستثمار الرياضي موجود بس في انديه كتيره بترفضه. يعني على سبيل المثال انا افتكر من اواخر التسعينات كان في مظاهرات في روما بترفض بيع النادي. بعد كده كان في مظاهرات في ارسنال من كام سنه بترفض بيع النادي وبترفض الاستثمار. قبلها كان في ميلان، وبعد ما اتباع للمستثمر الصيني حدث ما حدث للفريق يعني. فالاستثمار الرياضي مش دايما يكون ناجح في كل الاوقات، لازم يكون في شيء من التقنين بالنسبه للاستثمار الرياضي بصراحه. هو عرض وطلب بالظبط كده. طيب خلينا نروح للجزئيه اللي انا دايما بنادي بيها في الرياضه المصريه، وبنقول دايما انا من جيل اللي كان بيشوف اللاعبين وانتمائهم للانديه. يعني انا اتذكر اسماء مهمه جدا اتبنى عليها وهم اثروا جدا في تاريخ الانديه بتاعتهم، يعني بنتكلم على القامه الكبيره كابتن محمود الخطيب، نتكلم على كابتن مصطفى عبده، ونتكلم هذه الاسماء يعني عرض في حياتهم ان هم يروحوا نادي الزمالك، وان هم حتى يحترفوا. في كتير منهم مرضيش وقال انا مستمر مع النادي بتاعي. ده اختلف الى حد ما كام في المية يا استاذ؟ فعلا لا، ده اختلف يعني بنسبة 99.5% طبعا. ان الانتماء دلوقتي بقى يعني بقى نادر. بقى نص للمادة. في المية تقريبا. المادة الانتماء دلوقتي بقى للمادة مش للنادي. يعني انا اتذكر ان كابتن صالح سليم لما احترف في سويسرا كان بياخد مقابل احترافه يتبرع بيه للنادي الاهلي. يعني مش كانش بياخده لنفسه، كان بياخده يديه لناديه. يقول انا احترفت عشان انا لاعب في الاهلي، لو ما انا كنتش موجود في الاهلي ما كانش النادي السويسري طلبني. صحيح. لكن دلوقتي لا، الانتماء للماده كليا ما فيش اي انتماء للنادي. لكن في شيء تاني هو اللي بقى اصعب شويه يمكن على نفوس الناس، ان ليه اراوغ في العالم كله زي ما حضرتك قلت، صفقه انتقال نيمار، كريستيانو رونالدو، اي صفقه بتتم بيكون اللاعب واضح من البدايه هتكمل او مش هتكمل. طب ادوني مهله افكر. لكن احنا هنا وصلنا ان وضوح اللاعب كان مهم قوي. بالظبط صح. يعني انا هنيجي رمضان صبحي، خلينا بس عشان يمكن المشاهد يتابع معانا. رمضان صبحي اتكلم مع النادي الاهلي وقال استمروا في المفاوضات بتاعتكم. نعم، لدرجة ان النادي الاهلي وصل السعر مع النادي، يعني عرض النادي الاهلي كان 3 مليون وربع استرليني. في حين ان نادي هيتسفيلد امبارح ما طلب من بيراميد 7 مليون. نعم. النادي قدر ان النادي الاهلي دفع اعارة للاعب سنتين، عالجه وهو مصاب واداله مرتب، وهو وكل الكلام ده كان موجود في مخاطبات رسمية. نعم. عالجه وهو مصاب واداله راتب اثناء الاعاره، وكل دوت قدره النادي الانجليزي وهو بيتفاوض مع الاهلي، فوصل لسعر مناسب ما بين الطرفين. وهيدفع كمان مش مره واحده، ده كان هيدفع على 3 اقساط، قسط الشهر الجاي وقسط السنه الجايه في شهر 7 وقسط شهر 9 سنه 2022. جميل. لكن كل ده تم الاتفاق عليه بناء على رغبه اللاعب اللي تغيرت فيما بعد. ودي فجاه. دي المشكله. ودي حصلت فجأة. ده يمكن شوية اللي مخلي الجمهور يتساءل بالزبط. ايه اللي حصل بالظبط؟ لانه المفاوضات كانت ماشية كويس، وطلع المهندس عادل القيعي وقال خلاص احنا قربنا انه رمضان صبحي نقول ان هو هيبقى في صفوف النادي الاهلي قريب. يعني يمكن مش اللاعب مش بس ابدى رغبته في ان هو يكمل وقال لهم كملوا في المفاوضات، ده قال لهم انا مستعد اوقع على اي مبلغ في عقدي انا الشخصي. يعني انتوا خلصوا مع النادي وانا مستعد اوقع على اي مبلغ هتحطوه في العقد. نعم.
ففجأة تحول الموضوع لأن أنا راجل عندي مسؤوليات والعرض ده لا يرفض، ده مبالغ مهولة وأنا ما أقدرش أرفضها. هو لا يرفض طبعا، هو أكيد لا يرفض طبعا، مليون يعني رقم ضخم جدا. مع يعني احترامي الشديد رمضان صبحي احترف من النادي الأهلي، لم يوفق في الاحتراف، فعاد تاني للنادي الأهلي، أعاده للتألق مرة تانية عشان يجيله عروض مرة تانية. صح. فأظن كان من مش بس من الانتماء، حتى من رد الجميل يعني. نعم. انه يكمل مع نادي، وده مصلحته مستقبلا. مع احترامي الشديد لنادي بيراميدز، بس مين ممكن، ايه فرص رمضان ال 23 سنه؟ هو مش احمد فتحي، مش عبد الله السعيد، سنهم كبر وابتدوا في النهايات، فمش مشكله، فرق عندهم امل مستقبلي قبل ما اعتزل. لكن انت لسه قدامك على الاقل 10 سنين عشان تفكر الفكره دي. نعم. فالفكره دي بتهيالي هتاثر على مستقبله في فيما بعد جامد جدا، يعني ممكن يكون فرصه الاحتراف الوحيده في احد الانديه الاسبانيه. طيب احمد فتحي برضه رايح بيراميدز. ما زي ما بقول لحضرتك، يعني ممكن احمد فتحي وعبد الله السعيد فكرهم يختلف شويه عن فكر، يعني لعيب الكوره لما بيبطل ما بيبقاش دخله زي وهو بيلعب. فلما بيجي يبطل فبيدور على انسب مكان، يعني حتى اللعيبه في اوروبا لما كانت تيجي تبطل تروح الخليج، دلوقتي بيروحوا الصين. ايوه. عشان المبالغ مهولة وبياخدوا منهم، يمكن حتى كمان مش زي عندنا هنا الاستثمار الرياضي هناك في الخليج وفي الصين، بيدفع للاعب مبالغ مهولة بس بيخليه يدي محاضرات للعيبة وللمدربين ويعمل جولات مع الناشئين ويعني حاجات مهولة، بيقدر يستغل دعائيا واعلانيا. صحيح. وبيستفيد منه لمصلحة مستقبل اللعبة عنده في بلده. نعم. يعني لما اخد لاعب مثلا زي جابرييل باتستوتا كان بيدي الناشئين في الخليج محاضرات. نعم. عن اللعب وازاي والاداء، كل ده كان بيفيدهم فيما بعد ازاي. نعم. حقق نتائج ازاي لبعض الفرق الخليجيه بعد ما هو عمل كده، في نتائج حتى في الخليج وفي خليجي، في بطوله خليجي بتعمل. نعم. هناك حققوا في فرق كانتش موجوده خالص ابتدت تحقق نتائج وتاخد البطوله بسبب اللعيبه المحترفه اللي جت كانت بتدي محاضرات. لكن احنا عندنا هنا لا، هو بيدفع الفلوس للاعب بس وخلاص مش هيبقى موجود يعني. نروح للمستوى الفني لعوده الدوري الممتاز. كان كتير من نقادنا الرياضيين قال انه المستوى الفني مش هيعود كما قبل، هياخد وقت طويل جدا، خاصه ان الدوري مضغوط، كثره المباريات فرقه كتير في المستوى الفني. شايفاها ازاي؟ هل هنكمل ولا لا؟ هو حتى الان المستوى الفني اللي كان عليه اثناء التوقف، يعني قبل التوقف، ما عادش كما هو طبعا. حتى شايفين نتائج المباريات كلها 1-1، 1-0، 2-1. صح. يعني النتائج قريبه جدا. مفيش مباراه، بس بيراميدز واسوان، هو اللي كانت بيراميدز وطنطا هي اللي 3-0. غير كده في السبع مباريات اللي اتلعبوا احنا شفنا 15 هدف بس. هي النسبه مش كبيره قوي مع مجموع المباريات، يعني 164 مباراه كاملين كان احرزوا فيهم 363 هدف، وفي السبع مباريات دول 15 هدف. النسبه برده مش فارقه كبيره ما بين قبل وبعد، لكن المستوى الفني واداء اللاعبين باين عليه جدا فتره التوقف. يعني التوقف كان كبير جدا والعوده ما كانتش بسرعه جدا، يعني شهر قبل البطوله. نعم. ما كانش فيه. استقبلت ازاي خبر عوده بعض اللاعبين باصابات كورونا؟ بنتكلم على الاسماعيلي، بنتكلم على طنطا، بنتكلم على جزء يعني كبير من الانديه، يعني مش عايزين نقول كبير قوي عشان ما نهولش، لكن اصبح النهارده في حالات موجوده وبتظهر مع الانديه. شايفاها ازاي؟ وشايفه الاتحاد المصري ايه القرارات اللي ممكن ياخدها؟ في بعض الناس قالت انه لو زاد هذا الامر هيتوقف مره ثانيه الدوري الممتاز. لا، هو يمكن اللجنه الخماسيه بتدير الاتحاد المصري لكره القدم قالت ان هو ما فيش توقف تاني يعني تحت اي ظرف. حتى طبعا اللجنه الطبيه التوصيه بتاعتها كانت بتقول ان اكثر من 10 لاعبين، 10 لاعبين فيما اكثر، النادي ده يتاجل له ماتشاته، لكن يتاجل له مبارياته. يتاجل له مبارياته. اما فيما عدا ذلك يلعب الماتش، يلعب بات عادي. وهي دي المشكله القائمه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. في بالليل المفروض مباراه المصري والاسماعيلي، الاسماعيلي راح ومستعد موجود في اسكندريه عشان يلعب المباراه، والمصري حتى اللحظه اللي بنتكلم فيها دي اعلن انه مش هيلعب المباراه. عندي 6 في الجهاز الفني مصابين من ضمنهم المدير الفني، وعندي 14 لاعب، ما عنديش الا 9 لعيبه بس المتوفرين. واتحاد الكوره قال لا، ال 21 حاله اللي موجودين في النادي المصري، جزء من الناشئين وجزء من الفرقه الغير مسجلين في الفريق الاول وجزء من اللعيبه، انت عندك 14 لاعب تقدر تلعبهم. يعني قرر ان الاتحاد مش هيوقف. الاتحاد قرر ان المباراه تقام في ميعادها، والنادي المصري حتى فجر اليوم
استاذ سمير حلبيه رئيس النادي قال انه مش هيلعب المباراه، ما عندوش الا 9 لعيبه بس، مش هيلعب المباراه ومش هيروح حتى لو تم خصم نقاط، فدي مشكله كبيره جدا اكيد طبعا. ودي ممكن تتكرر تاني يا استاذه فاطمه، اكيد تتكرر يعني تاني مع انديه يعني ثانيه. النادي المصري طلب بعد مباراه الزمالك تاجيل مباراه حرس الحدود لحين وضوح الامر، فتم تاجيل المباراه. لكن دلوقتي هو بيطلب تأجيل مرة ثانية مع الإسماعيلي، في احنا بنتكلم في 14 يوم عزل. يعني هيطلب والمباريات بتتلعب تقريبا يعني مباراتين في الأسبوع، صحيح، فهمت كده؟ هضطر أجل مباراتين في مباراتين، يعني أنا مش هلعب ماتش بماتش. طب كل المباريات المصري المؤجلة دي هتلعب إمتى؟ وبعد كده هيحصل في تذمر في الفرق، طب في منافسة على الهبوط، بلاش حتى الصدارة، الأهلي متفضل ب 50 نقطة. هضطر إن أنا أنتظر أشوف نتائج الأندية اللي ما لعبتش مباريات، هضطر إن أنا أستنى أنتظر، فهي الأندية التانية هتتذمر وتطلب هي كمان تأجيل، إن هي مش هتلعب إلا لما المصري يلعب مبارياته، صحيح، فهيحصل مشاكل كبيرة بسبب موضوع الكورونا. وإحنا ما عندناش رفاهية الوقت دي للأسف، لا مفيش يعني. إحنا كده الموسم يا دوب يخلص ملتحم في الموسم اللي بعده على طول، على طول يعني. طيب، غير إن الأهلي والزمالك طبعا عندهم بطولة أفريقيا يعني، ودي ده جزء مهم جدا يعني، واحنا زي ما بنقول دايما من بداية موسم بطولة أفريقيا واحنا بنتمنى انه النهائي يكون مصري، زمالك وأهلي، أهلي وزمالك يعني. طيب نروح للاستفادة اللي استفادتها الأندية، وانا بشوفها استفادة عظيمة جدا، وكانت فرصة للناشئين اللي تم إشراكهم مع الفرق بتاعتهم. يعني كل الأندية تقريبا الكبيرة ابتدت تروح لقطاع الناشئين بتاعها وتطلع اسماء، وفيهم اسماء الحقيقه اكتر من جيده يعني على المستوى الفني. شايفه ده ازاي؟ وهل ده هيستمر؟ وهل ده هيقلل من نزيف الاموال للانديه بتاعتنا؟ وكمان هيطلع لنا زي ما بيقولوا كده ايه، المراكز اللي احنا بنفتقدها سواء في المهاجمين او في راس الحرب او صانعي الالعاب، دي كلها حاجات مهمه جدا وكانت بتضايقنا ان هي بتيجي من بره يعني. فعلا يمكن الاستثمار الرياضي الفائده الوحيده اللي هو عملها انه خلى الانديه ترجع تاني لقطاع ناشئينها بعد ما كانت الناس بتوزع. يمكن الاهلي كان سباق في الموضوع دوت، نحتسب له انه ما كانش بعد كان في فتره من الفترات كل الانديه بتفرط في لعيبها بعد ما بيبلغوا السن، صحيح، بيروحوا ببلاش، بيروح في اي انديه تانية. الاهلي ابتدى يفطر الموضوع ده مبكرا يعني بصراحه، وابتدى يطلع اللعيبه اعارات ويستردهم مرة أخرى أو يجدد الإعارة أو لحد ما يشوف اللاعب ده هيقدر يرجعه مرة تانية أو لا. ابتدت الأندية دلوقتي تلجأ لقطاع ناشئينها حتى، وخصوصا الأندية اللي فيها عدد من اللاعبين مصابين، فهو مضطر آسفة إن هو عشان يكمل الدوري يكمل بعض لاعبين تاني، فده كله هيفرق مع اللعيبة كتير الصغيرين، هيديهم خبرات حتى لو انتقلوا الأندية تانية بعد كده، هيبقى فيه خبرات، هيبقى مستوى أعلى. فعلا احنا عندنا نقص من سنين طويله، المهاجمين عندنا نقص كبير جدا في المهاجمين، كلهم محترفين، احنا قعدنا سنوات طويله هداف الدوري مش مصري، صحيح. يعني احنا لدرجه ان احنا طالبنا في وقت من الاوقات ان بلاش رؤوس حربه، زي ما احنا طالبنا في قبل كده بلاش حراس مرمى افارقه. أيه، احنا ابتدينا في فتره من الفترات نقول بلاش رؤوس حربه افارقه عشان عاوزين قعدنا فتره طويله، فتره الثمانينات والتسعينات حارس المرمى افريقي، حارس المرمى افريقي، ولما وقفناه افرزنا عن حراس مرمى ما شاء الله يعني، صحيح. دلوقتي كل نادي عنده على الاقل حارس مرمى يستحق انه ينافس على دخول المنتخب. سريعا ناخد النتائج. أيوة، بتاعه الاسبوع المنقضي. الاسبوع الماضي كانت يعني هو الاسبوع الماضي احنا بس بنلعب اسابيع مختلفه. أيوة، بنتكلم عن الاسبوع 19، هو بدا بمباراه بيراميدز وطنطا 3-0، سموحه والمقاولين وامبارح 1-1، وامبارح برضو اسوان ونادي اف سي مصر 1-1. النهارده عندنا مباريات الانتاج الحربي والاهلي، المصري والاسماعيلي اللعبه يعني، ودجله وحرس الحدود، ودي دجله وحرس الحدود، والجونه والاتحاد، عشان تكمل الاسبوع قبل ما يبدا الاسبوع ال20 ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله. يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ فاطمه، وخليني اخرج من حواري مع حضرتك انه مش هيتوقف الدوري، مفيش القرار ده مهما حصل. طبعا اتحاد الكوره بيقابل مشكله ضخمه جدا زي مشكله المصري، وده بالتالي هيتبعه انه في انديه كتير جدا هتتوقف وهتطالب بلعب المصري بمبارياته المؤجله، عشان نقدر ان احنا نحسم مجموع النقاط ومين هيهبط ومين هيكمل او مين اللي هيحصل على الدرع الدوري، وبالتاكيد طبعا محسوم درع الدوري لغايه اللحظه دي ما هو مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا لوجودك معايا استاذه فاطمه، بشكر حضرتك كده. تكون خلصت حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اسره جديده، الى اللقاء.